كل محلة تمثل قلعة لسكانها. في داخل المحلة ثمة عناصر يجب أن تكون، يعني في الغالب تتوفر في هذه المحلة، أهمها مسجد، أهمها المسجد، كل محلة فيها مسجد أو أكثر. يعني في محلة المهدية كان هناك مسجد ومسجدان أيضا في القرن التاسع عشر، وفي محلة العاقولية كان هناك جامع العاقولية، وفي محلة الحيدر خانة كان هناك جامع الحيدر خانة، ومساجد أخرى. وهكذا في كل محلة كان يجب أن يكون ثمة مسجد أو جامع تؤدى فيها الصلاة، وهذه من سمات المحلة العراقية.